نمر إلى أخبارنا في الثقافة، حيث اختتمت ليلة أمس فعاليات مهرجان أغنية الراي في طبعته 11 بقاعة دار الثقافة كاتب ياسين. السهرة عرفت صعود العديد من الفنانين على خشبة المسرح، خاصة منهم الشباب الذين منحت لهم فرصة البروز على غرار الشابة ناريمان والمتألقة داود ليليا التي بصمت على أول مشاركة لها، إضافة إلى الفنان حكيم صالحي الذي أبهج الحضور برقصاته الأكروباتية كما تتابعون الآن. معكم ليليا داود من ولاية تيارت، أول مرة نشارك في الفيستيفال دوغاي وكانت تجربة ما شاء الله، وكانت تسير ما شاء الله، وكل شيء منظم والحمد لله يا ربي. ولي الشرف أني راني حاضرة معكم هنا في هذا النهار، ونوجه تحية كبيرة 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 للناس بالعباس، ونقول لكم ميرسي بوكو على الـ على الـ على الاستضافة الجميلة. يا خويا فريمون خارج الفن من سيدي بالعباس، وزيد ندير ماركيت حاجة، قلت لهم شا سيدي بالعباس قاعده فيها كاع حرص، باسكو كاين شعب ريمون، ناس تخرج في الليل تخرج في الليل، صافي بليزير، بلاد زاهيه. نقول لك حاجه والله العظيم، العاصمه الغرب سي بيان سيدي بالعباس.